مع أو ضد إدراج اللغة العامية للدارجة في المقررات التعليمية ديال الأطفال؟ لا، بكل صراحة أنا ضد إدراج الدارجة في المقررات ديال التعليم. بزاف ديال العوامل. أولا نحن عندنا لغة مقدسة العربية لأنها لغة القرآن. ضد أنه يندرج في المقررات ديال الأطفال. علاش؟ هذيك لغة عامية ديال يعني كل لهجة ديالو، كل منطقة راه لهجة ديالها لجينا الدارجة، إنما اللغة العربية راه هي اللغة الأم، يعني باش يتعلم بها القرآن بزاف الحوايج، أصلا هي اللي تعلمنا عليها، يعني منها بدينا. أنا أكيد غادي نكونوا ضد إدراج الدارجة في المقرر الدراسي ديال المستويات جميع مستويات التعليم، لأن أصلا كنا احنا مسلمين حرار عندنا غير على وطننا وعلى اللغه ديالنا العربيه. شعراء مدحوا اللغه العربيه وقال لك هي كالبحر في احشائه الدر الثامن، لذلك القران فاش نزل باللغه العربيه. علاش؟ لان هي لغه توحيد العالم ككل، يعني جميع الديانات واحد الساعه نزل القران باللغه العربيه باش يكون عندها واحد المكانه واحد القيمه. اما الدارجه، الا دمجنا الدارجه خصنا على هذا القبل نشوفوا الدارجه ديال جميع سكان المغرب، لان من منطقه لمنطقه العاميه كتختلف. خص كلشي يدير اضراب وخص كلشي يتساند باش اللغه العربيه كلغه رسميه، لان العاميه كنتعلموها في الشارع، كنتعلمها من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا، وبارفوا كنلقاو العاميه كتضمن كلمات نابية ساقطة، يعني من منطقة لمنطقة كتختلف، تكون هنايا في طنجة مثلا عادية تمشي لمنطقة أخرى كتلقى حشومة. دونك حنايا اللغة العربية كنطالبوا بها وكنساندوها 100% وألف في المية، مستعدين نديروا إضراب عام. وأختي بالنسبة لهاد الدارجة اللي اندمجت في المقرر ما عندها حتى معنى، يعني ما عندها شي تفسير. يعني احنا باقا اللغة العربية ديالنا اللي هي أصلية باقا ما شوية مقاتلين معاها، يعني أغلبية الناس ما عندهمش حتى 50 ولا 40% ديال اللغة العربية. عندنا اللغة الدارجة ما عندها ثمن، يعني ما غادي تفيد حتى واحد. أنا ضد ليها، هذيك العواول كي كيخلقوا كيكونوا عارفين ديك الشيء اللي غادي تعمل يماهم، بغريرة وغريبية. أنا ما عمري دخلت المدرسة وكنعرف ديك الشيء، أنا قريت الجامع ولكن بغري راحتي وما كنديروا بالدولة ديالنا. لا هادشي ما يمكنش. حتى ولادنا خرجوا من ديك المدرسة كاع. عندنا تبعية للغرب بالخصوص لفرنسا، وهادو اللي كيطرحوا مثل هاد البرامج ومثل هاد الإصلاحات، نسميوها إصلاحات، وهي مجرد خزعبلات ومجرد هم وليدات فرنسا كنسميوهم، وكيخدموا الأجندات ديال الغرب أكثر من كيخدموا الأجندات الوطنية. الهدف ديالهم تدمير ما تبقى من ثوابت الأمة. اش غادي نعملوا حنا بالدارجة؟ لا الدارجة ما صالحة، الواحد يقول له حيت قريت شي حوايج تما كاينة بغريرة، هذه ما صالحاش، ما عندهاش شي علاقة، هذه كيعرفها بوحدو بلا ما يعرفها في الكتاب، يعرفها بوحدو مع الوقت. يعني مع الوقت راه يتعلمها من عند أمو، من عند خوتو، من عند هذيك ما محتاجاش يعلموها له في الكتوبة. وكنطالبوا بالمسؤولين اللي عطلعوا، راه كاين شي مسؤولين واصلين هما ما عندهمش مستويات دراسيه. عباد الله، في البرلمان في اي بلاصه خصهم يراجعوا نفسهم ويشوفوا المستويات اللي وصلوا بها هما لديك المهنه ولا المهمه ولا ديك البوست اللي هو شادو. مش حال هذه كان كتلقى مدير من الكاترياماني كتلقى مفتش، ولكن كان يعني المستوى ديال التعليم مستوى رفيع جدا. لذلك خصنا ضروري مراجعة، وكنطلب من جميع المغاربة ذكور وإناث جميع يديروا يعني تضامن ضد ديك المقررات، ودائما خص تكون عندنا غيرة ونشوفوا ولادنا اش كيقراو. الله يا ودي كيزيدوا القدام، ماشي كيقولوا عاد غنشوفوا بغريرة والرغيفة وديك هادي هادشي ما يمكنش. هادشي هادو قارينها بلا ما يمشيو عند العشب، هادي العيال عارفينها بلا ما يمشيو عند ولدك كتصيفطو تمشي تجيب لي حرشه، تمشي تجيب لي بغريره، كي تمشي تجيبها طايح. عمل لي ثلاثه درغيفات ولا ثلاثه حرشه ولا هادي العايش كيتو كيمشي يجيبها، وحنا عاد غنقراوها. واش حنا زايدين القدام ولا ولينا الله؟